أردت أن أجعل منكم شعبا سيدا، شعبا لا يحكمه أحد ولا يهمه أحد. شيدت لكم علوي شاهق لتكونوا أسمى من رعاع الأرض، ولكنكم اثقلتم إلى الأرض ورضيتم بالدون، ومن لم يرد صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. عجيب أمركم، الانتخابات هناك وأنتم ترقصون فرحا هنا، تلومونني على تقبيل كتفي الحماية الفرنسية وتجعلون من أنفسكم بساطا للاستعمار العثماني. ما الفرق بين نسب المشاركة عندهم وعندنا؟ مجرد فاصلة صغيرة بين الأرقام في البلدين، لا نبي في قومه، وإنما أرسلت للعالمين. أمهلوني فقط، سيكونون كلهم لي تبعا وسيرددون يوما ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أيها المقاومون، هذا الحاكم نتاج خطيئتكم، استثمر في نزاعاتكم وصراعاتكم وفشلكم، فساد عليكم. الديمقراطية في تونس أصيبت من أدعياء الديمقراطية، لقد سميتم أنفسكم ديمقراطيين حتى إذا اصطدمتم بالتنافس انكشفت عوراتكم فظهرت فاشيتكم المقنعة، ورقص بعضكم للدبابة الجاثمة عند باب البرلمان. السياسيون الذين رذلوا المشهد السياسي طمعا في نصيب لهم أوفر من نصيبهم في الزمن الديمقراطي مذنبون، حتى لا أقول كما يقول البعض مجرمون، رغم التحاقهم بصفوف المعارضة. كان لابد من هذا الانقلاب الأرعن ليرد إلى الفرقاء عقولهم. فإما نصحو جميعا من غفلتنا ونتخلى عن أنانيتنا وننقذ بلدنا، وإما كان الجحيم أولى بنا واللعنة أولى رفيق. لا تنسوا أنه مع الثورة نبتت شجرة السياسة في بلادنا بعد أن تحررت من الدكتاتورية. سموم الدكتاتورية لم تيأس وظلت تنفخ واحتالت لتعود إلى سطوتها. استنفرت الدكتاتورية الخبيثة أسلحتها ممثلة في الفاشية والشعبوية والنقابية والأيديولوجية، وأجهزت على السياسة بمعول الانقلاب. هل معنى ذلك أن الثورة انتهت وأن شروط السياسة ماتت؟ كلا، المعركة لا تزال قائمة على أشدها، وشجرة السياسة لا تزال تقاوم ولن تموت، لن تموت ولو طالت بها المعاناة. المنقلب هو المطالب بالإنجاز، وهو العاجز عن كل إنجاز. المنقلب في مأزق رغم هيلمان السلطة ورغم التظاهر بالقوة. المنقلب لا يملك ما به يفرض نفسه العاجز الفاشلة غير أسلحة قوات الأمن، ولا قوة له غير تشتت الفاعلين السياسيين الذين لو انتبهوا وأعملوا عقولهم لفهموا أن سكوتهم على المنقلب سيأخذ البلد إلى مجهول تصعب عليها عودتها منه. الحمد لله على عجزه وفشله وقصور نظره، إذ لو منين بديكتاتور مقتدر لاعترفنا بما يبرر الخوف منه. أما هذا المنقلب فهو أقرب إلى إثارة السخرية منه إلى إيقاع الخوف. الخوف منه ليس غيابا للشجاعة، بل قلة عقل وقصور عن الفهم. العاجز لا يعجز، والخائف لا يخيف، وهذا المنقلب عاجز قد اشتمل عليه الهلع، فهل هو أهل لأن يخيف؟ هددون بالقيد أو السلاح، واهدروا بالزئير أو بالنباح، وكلوا جوعنا وسيروا على أشلائنا الحمر كالخيول الجماح، وقرعوا فوقنا الطبول وغطوا خزيكم بالتصنع الفضاح. هددونا، لن ينثني الزحف حتى يزحف الفجر من جميع النواح. نحن شعب أعيا خيال المنايا وتحدى يد الزمان الماحي، كلما أدمد الطغاة جناحا منه أدمى نحورها بجناحي. أتعب السجن والقيود ولم يتعب، وأغفى سجانه وهو صاحي، ساهر كالنجوم يستولد الفجر ويومئ إليه بالأجراح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من لقاء خاص. نستضيف لكم في هذا العدد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني الأستاذ نور الدين العرباوي. أستاذ نور الدين مرحبا بك. أهلا بك أستاذ عامر. مرحبا بك. انتصر أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فرحة كبيرة عامة الإسلاميين في تونس. ما عرفتش شنو علاقتنا بانتصار أردوغان أو علاقة الإسلاميين بانتصار أردوغان، وشنو هي ربما مدى تأثيره على مجريات السياسة في تونس على اعتبار تداخل الدولي بالمحلي بالإقليم؟ شكرا لك أستاذ عامر مع الاستضافة، شكرا لقناة الزيتونة. الحدث التركي الأخير في انتصار أردوغان وحزب العدالة والتنمية في أصله هو حدث داخلي تركي، ولكن شفنا العالم كله مهتم بالانتخابات التركية، خصوم أردوغان مهتمين، أنصاره بالتأكيد مهتمين، وكونه حدث عالمي يعني أنه السياسات الخارجية لتركيا في ظل حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية لها تأثير. البعض ينجم يكون يقول تأثير سلبي، ولكن بالتأكيد أنه التأثير الإيجابي أكبر، لأنه تركيا صديقة متميزة للربيع العربي، ناصرت الديمقراطية أثناء الفترة المضطربة للربيع العربي. في تونس تجربتنا
خلينا نقول الحمد لله أن استمرت 10 سنوات، لأنه هذا تأثيره وأهميته في أنه خلق أو بدأ يخلق ثقافة ديمقراطية والآن نشوف ثمارها. كونه الانتخابات التركية استقطبت أنظار الجميع، بالتأكيد نحن في تونس كأصدقاء لتركيا الديمقراطية ليس لنا إلا أن ندعم فوز أردوغان لأكثر من سبب. ندعمه لصداقته للتجربة الديمقراطية، ندعمه خاصة للدروس التي أعطتها التجربة التركية للجميع، دروس استفيد منها العالم كله في الجوانب التقنية. هذا 55 مليون من الناخبين يقع الفرز في ظرف 3 ساعات، هذا تقنيا هذا حدث كبير. اللي أهم من هذا هو الحدث الديمقراطي. تركيا أعطتنا درس للجميع ويستفيد منه كما أصدقاء التجربة كما حتى خصومها، أنه للحصول على الشرعية ما تستحقش بالضرورة 99%، الشرعية تقتضي فقط البناء على التعاقد بين الأطراف المتنافسة اللي جوهره 50+1% فقط. وهذه اللي حدث أنه يكفي أنك تكون عندك هذه النسبة، وأردوغان جاب نسبة فوق 50 بقليل، ولكن هذه نسبة كافية للشرعية. تحليل إقليمي استراتيجي، أردوغان وتركيا الأردوغانية خلينا نقوله تواجدت بشكل كبير ومؤثر في المشهد الليبي وساندت الحكومة الليبية، وهناك تحالف حتى فيه نوع من الاستراتيجية بين الحكومتين، تعاون كبير بين أردوغان وحكومة أردوغان مع الحكومة الجزائرية واستثمارات ضخمة اليوم في الجزائر، استثمارات يعني تركيا ضخمة في الجزائر. ولكن العلاقات في تونس هي علاقات مضطربة شوية، إن هي كأنه الرئيس قيس سعيد إضافة للرئيس بشار الأسد تقريبا هما الرئيسين العربيين الوحيدين الذين لم يهنئا الرئيس أردوغان، إضافة إلى أنه الرئيس سعيد كما قال في تغريدة الرئيس أردوغان ما هزش التليفون عليه باش يحكي معه في موضوع على الأستاذ راشد الغنوشي. يعني خلينا نحكيه على التأثيرات الجيوستراتيجية على منطقتنا وأساسا انعكاسها على الواقع التونسي. تركيا الجديدة معنا عندها سياساتها الخاصة بها، ونحن عندما نتحدث عن هذه التجربة التركية راه نكن لها احترام، ولكن ليست لنا أدنى تبعية لهذه التجربة. تركيا في علاقاتها الخارجية، في رؤيتها لدور تركيا في المحيط القريب ولا البعيد، في إفريقيا في شمال إفريقيا ولا في العالم العربي والإسلامي، هذه رؤية مبنية على مقتضيات المصلحة التركية الخالصة، وهذا أمر ما يهمناش. احنا اللي يهمنا هو العلاقة بيننا بينهم التي تبنى على الاحترام والتي تبنى على المصالح المشتركة. وتركيا في هذا الموضوع لم تقصر مع التجربة التونسية، هم أحرار في سلك السياسة التي ترضيهم في ليبيا وفي غير ليبيا. اللي يهمنا في تونس أن تركيا صداقتها للتجربة التركية نسأل عنها الجيش التونسي. الجيش التونسي أنا شخصيا كنت رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ونعرف جيدا ماذا يقوله الجيش التونسي عندما يتحدث عن محاربة الإرهاب. جيشنا عندنا جنود نكن لهم كل الاحترام وبارك الله فيهم، المعدات التي حارب بها جيش التونسي الإرهاب وانتصر عليه هي معدات تركية، وكنا نشوفه في الثكنات التونسية المدرعات التركية التي أثخنت في الإرهاب وعاونت على النصر عليه. نور الدين هل يمكن أن يتوصل هذه المساعدة للدولة التونسية لتركيز ربما هذا الانتقال اليوم الديمقراطي، وإلا تتصور أن هناك سياسة أخرى يمكن أن ينتهجها في ظل هذا الانقلاب عن هذا المسار؟ أنا أظن أن السياسات الخارجية للدول في الأصل ما تتأثرش العلاقات البينية باللحظات السياسية، معناها كثيرة هي الدول اللي ممكن تحتد بينها ترتفع الأصوات وربما حتى تدخل في أزمات دبلوماسية، ولكن العلاقات البينية في المصالح المشتركة الأصل لا تتأثر. وأنا أرجو أنه هذا ما يحصلش، مش فقط مع تركيا، مع كل تونس دورها هو دور وسيط، رأس مالنا الأساسي هو علاقاتنا الخارجية المتوازنة
وودي لو كان هذه العلاقات لا تتأثر نقول بالمزاج السياسي، خلي المزاج السياسي ياخذ وقته ولكن لا يؤثر في المصالح المشتركه بين الدولتين وبين الشعبين. نعم، وفي تقدير كان العلاقات الان تاثرت بين تونس وتركيا، هل العلاقات على احسن ما يرام الان بين نظام اردوغان ونظام قيس سعيد؟ لا اظن هذا يبدو لكل ذي عينين، معناه واضح للعلاقات تاثرت سلبا بالطبيعه، وان شاء الله هذا التاثر يعني قوس ويغلق، لانه مصلحه التوانسه، احنا راهو جزء كبير من التوانسه مش فقط في سفراتهم وفي رحلاتهم في سياحتهم في ترك، جزء كبير من التوانسه معيشهم حياتهم المعيشيه مرتبطه بتركيا. فنظن انه نحتاج، واذا كان نحب نستفيد من النجاحات التركيه المختلفه خاصه في المجالات الاقتصاديه العامه والتصنيع وغيره، معنا حتى مصلحه باش نغلب المعطى السياسي، خلينا نقول المزاج السياسي، معنا حتى مصلحة باش نغلبوه على المصلحة الاقتصادية البينية، عنا كل ما معناها أسباب الإبقاء على هذه التجربة، ونحن باش نستفيدوا منها، مش نحن حريصين على أن علاقتنا مع تركيا ومع غير تركيا تبقى دائما علاقة مبنية على الاحترام وعلى السيادة الكاملة وما فيها حتى مقدار من التبعية، ولكن أيضا في نفس الوقت ما نغلبش المعطى السياسي المزاجي الحيني على المصالح المشتركة والمصالح الاستراتيجية. تقديركم أستاذ نور الدين، هل يمكن أن تراهنونا على ضغط معين أو تأثير معين من رئيس أردوغان على النظام التونسي بشكل من الأشكال سواء مباشر أو غير مباشر، ربما لتهدئة الأجواء لإيقاف هذه الاعتقالات السياسية لإطلاق سراح المساجين خاصة اللي تربطهم علاقة كبيرة بالسيد أردوغان؟ يعني الحديث عن ضغط لست أدري، ولكن الحديث عن بناء استراتيجية لمصالح مشتركة يكون حوار مش ضغط، يكون حوار. احنا اصلا حتى في الوضع الداخلي احيانا التحركات تكون في شكل ضغط، ولكن احنا نحب نوصل بها في الاخير الى الحوار. نفس الشيء اذا كانت مع علاقات خارجية ممكن يكون فيها شيء يفهم على أنه ضغط، نحن نريده ضغط من أجل الوصول إلى حوار بين المشتركين في هذه العلاقات ومن أجل سلامة وضعنا في تونس. وضعنا في تونس معناها لا يحسدنا عليه أحد الآن في هذا الوضع اللي نحن فيه الآن اللي ماشي سريعا نحو الانهيار، مثل ما حتى واحد يحسدنا عليه، ولذلك احنا كل معناها من يتدخل تدخل يدعو إلى حوار، يدعو أو يسهل اجتماع الفرقاء في تونس، فنحن مع هذا، يعني المطلوب هو اجتماع الفرقاء مش الضغط على أحد الأطراف. نعم، ما دمنا في نحكي على المسألة الدولية، تتحدثوا على أنه الرئيس قيس سعيد اليوم في عزلة دولية، هل حق أن الرئيس قيس سعيد في عزلة دولية؟ وحط في بالك أنه استمر اليوم الانقلاب الدعوة تقريبا عامين، ونحن نحكي على عزلة دولية منذ اليوم الأول للانقلاب، هل تعتبر الرئيس قيس سعيد حقا في عزلة دولية؟ يعني الحديث عن عزلة دولية هذا شيء ملاحظ، ما مش معناها مش تخمينات، بلادنا في عزلة شيء يلحظه الجميع، يلحظه الخبراء المتمرسون في كل الميادين، في علاقة بصندوق النقد الدولي، في علاقة بعلاقاتنا الخارجية مع الدول مع المنظمات مع التجمعات الدولية إلى آخره، كما يلاحظه مش فقط الخبراء، يلاحظه الناشطون السياسيون، يلاحظه حتى المواطن العادي، لأن الدولة اللي مش قادرة باش تجيب القمح لسداد أكل أبناء شعبها يعني بالتأكيد عندها مشكل مع الخارج. الدولة اللي مش قادرة تجيب معناها المعيشة اليومية في كل ما نشوفوه من نقص من مواد، يعني هذه دولة بالتأكيد تعيش عزلة، فضلا على أنه التقارير اللي نشوفوا فيها ونسمعوها، التقارير الدولية الكثيرة والمتواترة من منظمات من دول من مؤسسات مالية إلى آخره، كلها تقول ثم مشكل. هذا المشكل هو في التعامل مع السلطة التونسية، وترجمته أنه السلطة الآن لا أحد ينكر أنها في عزلة، بقينا نتائج هذه العزلة شيء مؤسف أنه هذه النتائج نشوفوا فيها الآن في حياة الناس في معيشهم اليومي في الطوابير اليومية من أجل شراء الخبز. هذه ما مظاهر غريبة على تونس وعلى الشعب التونسي، لأنه لم نشهد لا مثيل من عشرات السنين،
وربما هذا اللي خلينا نقول ما قاله أحمد بن أبي ضياف في وصف وضع تونس في منتصف القرن التاسع عشر من 150 سنة، كان يقول تونس فقيرة حسا ومعنى، احنا في بلد فقير حسا ومعنى الآن، وعندنا مشكل حقيقي في علاقاتنا الخارجية، وعندنا مشكل في علاقات القوى السياسية الداخلية المختلفة المتناغمة وإلا المتخاصمة، ثم مشكل حقيقي. والبلاد اليوم حقيقة ثم فقر، ابن أبي ضياف يقول فقير حس ومعنى، ولكن نحن كل بلاد تنهار، الفقر الحسي والمعني ترجمته أن البلد ينهار اليوم اقتصاديا وماليا واجتماعيا. خلينا في الموقف الدولي، يعني في هذا الإطار في إطار هذه العزلة، كيف تقيم مثال الموقف الجزائري من الرئيس قيس سعد؟ الموقف الجزائري بحكم دائما بمصلحة جزائرية كبرى ونحن نقدرها عالية التقدير. الجزائر ما التحاليل تقول وحتى الإخبار يقول فيها رئيس تبون وكل السلطات الجزائرية، الناس كل تعرف أن الجزائر محاطة بمعناها حرائق من حولها كل حدودها باستثناء الحدود التونسية. طبيعي جدا الجزائر يكون عندها مصلحة في استقرار تونس. هذا الاستقرار كيفاش يكون؟ هذه المصلحة الجزائرية مبنية على فكرة الاستقرار، وكيف تترجم في علاقة بالسلطة القائمة والقوى السياسية؟ احنا كقوة احنا في حركة النهضة وفي جبهة الخلاص عندنا تقديرنا، ونعتبر دائما أن استقرار البلد تونس هو مصلحة حيوية استراتيجية للجزائر، وهذا الاستقرار بالتأكيد نحبه يكون استقرار قائم على الحرية والديمقراطية، ولا نريد استقرار قائم على الاستبداد وعلى الاضطهاد. يعني تعتبر أن تقدير الجزائري في خصوص كيف يمكن أن يكون هذا الاستقرار هو تقدير خاطئ مبني على مساندة انقلاب، وليس ولا يراهن على استمرار المسار الديمقراطي، ولا يعتمد أساسا على الديمقراطية. لا لا لا، لم أقل أنه تقدير خاطئ، هو تحدده المصلحة الجزائرية، ونحن في عنا كل الاستعداد لإبداء رأينا في كيفية تحقيق شروط الاستقرار. نحن لسنا لن نقوم مقام الجزائر، ولكننا نقدر أنه نشترك مع الجزائر في أنه استقرار تونس مصلحة مشتركة، وعنا كامل الاستعداد باش هذه المصلحة تتحقق بما يحقق رؤانا جميعا. الاستقرار للتونسيين هذا مطلوب، استقرار للجزائر هذا أيضا مطلوب. كيف يتحقق الاستقرار؟ نريد للاستقرار أن يتم على قاعدة الديمقراطية والحرية وعدم اضطهاد الناس وعدم سلب حرية الناس، وهذه مواقف معلنة ولا نخطئ فيها للجزائر ولا غيرها. موقف أيضا دولي آخر دعم لسلطات الانقلاب هو الموقف الإيطالي، اللي تقريبا يشكل الآن لوبي خارجي من أجل فتح حنفية التمويل للنظام التونسي. يعني كيف تفسر هذا الموقف الإيطالي الدعم؟ طبعا إيطاليا مرعوبة من هذه الحملات والهجرة غير نظامية والسرية، مرعوبة منها رعب شديد، لأنه بوابة أوروبا هي إيطاليا، وأقرب نقطة لإيطاليا هي تونس. بالتأكيد هذا للتفسير مش للتبرير، نحن نفسر الموقف الإيطالي أنه خوف من موجات هجرة سرية تصل يوميا بالآلاف إلى إيطاليا. بالطبع كيف يترجم هذا؟ يترجم الآن بمحاولة إيطالية لمساعدة السلطة القائمة في تونس. هذه المحاولة يبدو، وهذا في علاقة بما قلناه منذ حين حول موضوع العزلة، هذه المحاولة إلى حد الآن باءت بالفشل الذريع، لأنه كل الأطراف الخارجية الأوروبية والأمريكية والبنوك الدولية وغيرها كلها تقول أنه من أجل إيقاف أو واحد من وسائل إيقاف الهجرة وتثبيت الناس في بلدانهم هو إيجاد أسباب بقائهم، وأسباب البقاء تكون بإصلاحات في الاقتصاد، وإصلاحات الاقتصاد سلسلة مجر بعضها. إصلاحات الاقتصاد هذه مرتبطة برؤية فيها عند علاقة باتفاقات مع صندوق النقد الدولي، هذا لم يحصل للأسف. فنحن أمام تخوفات الإيطاليين، هم أحرار في تقدير مصلحتهم، لكن نحن أيضا أحرار في تقدير مصلحتنا. مصلحتنا اليوم في أنه نعم لإيقاف الهجرة السرية التي ربما تهدد استقرار إيطاليا وغير إيطاليا، ولكن
نريد هذا الإيقاف الجلسرية مبني على أسس سليمة لاقتصاد بلادنا، باش الهجرة السرية مش فقط الشباب العاطل عن العمل، حتى الأدمغة. احنا عندنا مشكل كبير، وربما المشكل الأكبر في أنه آلاف الأدمغة بصدد الهجرة والخروج من البلد. يعني نحن أيضا عندنا مصلحة في إيقاف الهجرة السرية، لأنه عندنا أدمغة نخسرها. هذا نحتاج فيه إلى أنه بلادنا يكون فيها حقيقة أسس اقتصادية سليمة، ولأن اقتصادنا كما اقتصاديات البلدان الكل مرتبطة بغيرها بشبكة عالمية، نسموها العول ما نسموها ما نشاء، ولكن في الأخير اقتصادنا ما هوش معزول عن بقية الأطراف الدولية وعن شبكة المصالح الدولية. هذه العزلة التي ما مش موجودة، نحن نحتاج إلى أن نتعامل بإيجابية مع الأطراف الدولية، مع المؤسسات المالية، ونحتاج أن هذا الموضوع نسرعوه. يعني تعتبر السيد نور الدين أن اعتماد السلطات التونسية والإيطالية على المقاربة الأمنية في مقاومة الهجرة هي مقاربة غير سليمة؟ غير سليم أن يكون التونسي حارس للحدود الإيطالية فقط؟ بالتأكيد احنا لا يشرفنا أبدا أن نكون حراس حدود عند الطائن ولا عند غيرهم، لا يشرفنا أبدا، ولا نريد لهذا الأمر يتم أصلا. الطائن هم أدرى بمشكلاتهم يحلوها كما يشاءون، ولكن ما يحلوهاش أيضا على حساب حريتنا نحن في تونس، وعلى حساب مصالحنا في تونس. مصلحتنا في تونس مش التحول إلى حارس حدود، مصلحتنا في تونس هو أن نرعى مصالح كل شركائنا، لكن في إطار من التعامل الندي، في إطار من معناها بناء المصالح المشتركة والمحافظة على هذه المصالح المشتركة. هذا هو المطلوب. الإيطاليون وغيرهم من حقهم باش يدافع على مصالحهم كما يشاءون، ولكن نحن من حقنا أن نقول لا للحلول التي تكون على حساب شرفنا، على حساب شرف تونس التي يجب ألا تتحول إلى حارس أو مجرد حارس. الحلول يجب أن تكون حلول يستفيد منها الشعب التونسي والشباب التونسي، وهذه مش بإعطاء الدولة التونسية بعض معناها المعدات وغيرها لحراسة المياه الإقليمية وغيرها. هذا فيه استنقاص من سيادة الدولة التونسية، فيه اعتداء على كرامة الشعب التونسي. الشعب التونسي ليس معناها خادما لأي شعب آخر مهما كان. الشعب التونسي عنده كامل الإحساس بالقيمة والاعتداد بالنفس، والإحساس بأنه ليس أكثر وليس أقل من أي شعب آخر. نحن لسنا يعني ليس لنا أي تعالي على الشعوب، ولكن لسنا خدما لأي شعب مهما كانت قربنا الجغرافي ولا صداقتنا ولا غيره بالمطلق. نعم، أشرت إلى الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأكيد أنه لا نختلف في التشخيص. اليوم وضعية اقتصادية صعبة، اليوم انخفاض في نسب النمو، ارتفاع في نسب البطالة، اختلال في التوازنات المالية للبلاد، هروب للاستثمار انعكس في غلاء الأسعار، في فقدان المواد الأساسية من السوق، في ارتفاع نسب التضخم ونسب الفقر حسب الأرقام الأخيرة لمعهد الإحصاء. يعني ما هي الانعكاسات ربما المباشرة لهذه الأوضاع الاقتصادية على التونسي البسيط اللي في الأخر ما يهموش برشا مطلب الحرية والديمقراطية باعتباره مطلب نخبوي بين ظفرين، ويتم أساسا كدحه اليومي من أجل توفير لقمة أبناء؟ الانعكاس على أوضاع التونسي اليوم هذا فقط نخرج إلى الشارع ونشوف الناس كيف شاد الصف على الخبز، نخرج إلى الشارع ونشوف الناس كيف تنتظر في طوابير تلوج على القهوة وتلوج على غيرها من المواد الأساسية الأولية. هذا الانعكاس ليس بعده إلا إعلان المجاعة على قدر الله. هذا الانعكاس على مستوى التوازنات المالية للدولة، هذا يقوله كل الخبراء وتقوله كل المؤسسات المالية الدولية اللي صنفت تونس ونزلت بالتصنيف إلى أدنى درجات، ولم يبقى إلا إعلان الإفلاس. يعني نحن في وضع، قلت في البداية أنه وضع يكاد ينهار، إن شاء الله ما ينهارش. نحن لسنا في حاجة مطلقا إلى انهيار الأوضاع، لأنه من المتضرر في الأخير هو شعبنا. فكيف تنعكس أوضاع البلاد المالية السيئة على أبناء شعبنا؟ تنعكس في البطالة اللي الآن أكثر من 16%، تنعكس في أنه 3 شهور اللي فاتوا فقط بداية السنة خسرنا، مش وفرنا، خسرنا 77,000 وظيفة
معناها المفروض أنه الدولة دورها هو توفير الوظائف والشغل. احنا في الثلاثة شهور اللي فاتوا خسرنا 77,000 وظيفة، دونك احنا ماشيين بالتوالي، ولم يبقى في التصنيف الائتماني إلا درجة واحدة وعلى الإفلاس. يعني هذه بكلها تجتمع تقول في الأخير ليس لنا إلا أن نبحث عن حلول لبلادنا، حلول تقتضيها المصلحة العامة، حلول يقتضيها الدفاع عن الحرية، لأنه نحن خلينا نقول بوضوح أنه لو 25 جويلية وإغلاق البرلمان ووضع دبابة من البرلمان عنده وصف واحد، ما عندوش برشا أوصاف، ما عندوش حتى زوز أوصاف، عنده وصف واحد وهو انقلاب حصل على المؤسسات الشرعية. هذا الانقلاب بعد حوالي عامين الآن، ما الذي يحصل؟ اللي يحصل هو أنه نشوفه في أوضاع وصورة للتوانسة لم يشهدها التونسيون مطلقا من قبله. طيلة 70-80 سنة من الاستقلال لم يحصل للتوانسة أنهم شدوا الصف على الخبز، وإلا شدوا الصف يلوجوا على القهوة وعلى السميد. هذا يحصل لأول مرة. من المسؤول؟ بالتأكيد الرئيس قيس سعيد لا تلف بهذه الصعوبات، ويتهم المعارضة بالتآمر والاحتكار والمضاربة من أجل إزاحة وإثارة القلق الاجتماعي. احنا نحتاج الى انه نحط عقولنا في روسنا كتوانسة جميعا بدون استثناء. ايش معنى نحط عقولنا في روسنا؟ يعني لم يكن الوضع الاقتصادي والمالي على هذه الدرجة من الخطر، ويكون التوانسة يعيشوا في وضعية لم يعيشوها من قبل مطلقا، ما يشبه المجاعة، طوابير الخبز وغيرها. يعني بعد ذلك نقول مسؤولية من؟ راهو الآن بعد حوالي 4 سنين من 2019، انتخابات أكتوبر 2019، نحن عندنا تقريبا 4 سنين الآن، ومن نجموش نقولوا الرئيس قيس سعيد مش مسؤول، ما ينجم حتى يقول هذا. راهو في بعض الدول الأخرى ربما أشهرها الولايات المتحدة العهدة الرئاسية 4 سنين، احنا من 19 إلى الآن حوالي 4 سنين. دونك هذه في أمريكا هي عهدة كاملة، يحاسب بعدها الرئيس او يقيم عمله. احنا عندنا 4 سنين، في الاربع سنين هذوما عندنا فترتين، داخل الاربع سنين فترتين. الفتره الاولى كان فيها رئيس الحكومه الفخفاخ ثم المشيشي، وهذا من الاثنين معنا عينهم قيس سعيد. من 25 جويلية لا، الوضعيه بالطبيعه مفتوحه على الحكم الفردي المطلق اللي الناس كل تشوف فيه، ومش فقط تشوف فيه، تعاني منه على كل المستويات. بالطبع مسؤوليه من؟ ما نجم حد يصدق اليوم انه المعارضين هذوما المشدودين الان في السجون هم المسؤولين على معناها نقص الخبز ونقص القهوه الى اخره. حتى حد ما نجم يصدق انه بلادنا الان وهي على وشك الانهيار المالي والاقتصادي بعد 4 سنين من وجود قيس سعيد في السلطه في قصر قرطاج، منهم عامين حكم فردي مطلق من 25 جويلية وقبلهم مشاركة كبيرة خلينا نقول، رغم اللي هي في ظل الدستور 14 رئيس الحكومة هو المسؤول، ولكن رؤساء الحكومة اللي مباشروا الاثنين هو عينهم. فنحن أمام مسؤولية لا تنكر، وهذا أنا بودي نكون معناها موضوعي، وهذا تاريخ نحن نذكره الآن ويسجل علينا. رأوا كل الأطراف مسؤولة بالتأكيد، مثل ماش واحد معناها معفى تماما، ولكن خلينا نقول نحن في إدارة الدولة وعندنا مشكلات، عندها وصف واحد اسمه فشل في إدارة الدولة. ما نجموش بعد 4 سنين نقولوا المسؤول، لا يمكن أن يكون المسؤول بعد 4 سنين بما نلاحظه الآن مشكلات ومتداعيات خطيرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي. ما نجموش نقولوا المسؤولين هما المجموعة السياسية المعتقلة الآن واللي وضعت في السجون بدعاوى انهم هم المحتكرين، ولانه هذا مثل ما عليه حتى دليل الان، يعني تلفق تهم وملفات جديده فقط لانه بعد 4 سنين ثم حاجه برك تقريبا نشوف فيها يوميا كنشاط سياسي، وهو تتبع وملاحقه المعارضين. هذا شيء مخجل لتونس. لكن نحب نصدر معك، نرجع للمساله الاجتماعيه بعدها، لكن نصدر معك لما حكيت على الاعتقالات وهذه جمله اللي نسال وسؤال ديما نكرره في لقاءاتي الصحفيه، يعني هل فعلا قيس سعيد هو من يحكم الدوله؟ يعني هل عقل الدوله اليوم يتحكم فيه فقط الرئيس قيس سعيد؟ هل هو من يسير الدوله فعلا؟
احنا ما نش في وارد التفصيل في مسائل ربما تحتاج الى وقت طويل وتحتاج الى مقاربات طويله، لانه مش تحدث من يحكم بالضبط. المقاربه السياسيه والنظام السياسي، مدخل النظام السياسي يقول شيء ومش بالضروره متناقض، لا اشياء متكامله. المدخل متاع المنظومة القديمة والدولة العميقة إلى آخره يجيب لك برشا حقائق. المدخل متاع القوى وأصحاب المصالح وأصحاب النفوذ والقوى هذا يجيب لك أيضا حقائق أخرى، وكلها متعارضة متكاملة، وننتهي إلى أنه في الأخير معنى هذا كله صحته منين تجي، أو على الأقل في الحديث عن المسؤولية الأولى، يعني عندما يكون هناك مسؤول على مؤسسة، أي مؤسسة، كل الأخطاء التي تقع هو مسؤول عليها، كما كل النجاحات هو اللي معناه يتمتع بها وتنسب إليه. يعني المسؤول الأول دائما هو اللي يتميز بأن المكاسب هو اللي حققها، كما أيضا يتحمل مسؤولية الأخطاء والسلبيات. احنا في دولة نفس الشيء تقريبا، اللي تقال على أبسط مؤسسة يتقال على الدولة، وهذم كلهم عندهم دور، ومراكز القوى والدولة العميقة والمؤسسات الصلبة، وكل واحد عنده دور وكل واحد عنده مساحة تأثير ومساحة خلينا نقول تأثير في الحكم. ولكن في الأخير من المسؤول عن هذوما؟ المسؤول هو رئيس الدولة. بالتالي يبقى دائما ما يقال عن المشاركين والمساهمين والمؤثرين كله صحيح، ولكن المسؤولية تبقى دائما مسؤولية رئيس الدولة. تقريبا منذ العام الأول، وإن نرجع للمسألة الاجتماعية، تقريبا منذ العام الأول رهنت المعارضة تقريبا في أغلب أطيافها على تحرك الشارع الاجتماعي نظرا لتأزم الظروف الاجتماعية والتأثير الاقتصادي طبعا المباشر على الاجتماعي، لكن لم يتحرك هذا الشارع، ولم يبقى في الشارع فقط إلا من يؤمن أو من تسمونه بالشارع الديمقراطي أو الشارع السياسي، ولم يتحقق هذا الشارع الاجتماعي. شو الخلل؟ وين الخلل في هذه العملية؟ رغم أنه كما كنت تحكي أنه الصعوبات التي يلقاها التونسي يوميا لم يشهدها طوال تاريخه. يعني أيضا هذا يحتاج إلى لتفكيك المسألة، يحتاج إلى مقاربات، المقاربة الاجتماعية، المقاربة النفسية، وهذا اختصاصي تقريبا. هذا كله مفيد في لفهم هذه الظواهر. ظهرت أنه ثم شارع اجتماعي المفروض يلتحق، لم يلتحق. هذا مقاربات كثيرة تفسرنا لماذا لم يتحرك الشارع الاجتماعي، لكن هذا بالنسبة لي أنا مش مهم. المهم هو أنه كل واحد يقوم بدوره. أنا طرف أساسي في الشارع الديمقراطي، تقوم بدوري كاملا ولا أتخاذل ولا أتراجع. بعد ذلك هل وقع المنتظر أم لم يقع حاجة أخرى. اللي يهمني انا خلي الخبراء والمختصين في علم الاجتماع وفي علم النفس وعلم يتحدثوا كفاعلين سياسيين. فما زال مهم لديكم هو انه ربما هناك فقد او فقدان للثقه بين الشارع الاجتماعي وبين الاخت السياسيه التي لم تحقق له مطالبه، التي رفعها ابان ثوره ديسمبر جانفي 2011 في الحريه، في الكرامه، في التشغيل، في التنميه. وبالتالي هذه الثقة تحتاج منكم عمل كبير وشغل كبير من أجل إعادتها واستعادتها. هذا فيه جانب كبير من الصحة، أنه الرأي العام اللي نقول نحن شارع اجتماعي اللي هو الرأي العام عموما حقيقة عنده نقولش فقدان ثقة، ولكن ثقته في السياسيين ضعيفة. نعم، هذه حقيقة، هي ثقة في عموم السياسيين، بدليل أنه في الانتخابات ديسمبر الأخيرة الرأي العام ما عندوش ثقة في المعارضة، نعم، لكن ما عندوش ثقة أيضا في السلطة القائمة أيضا ما. ولذلك الناس اللي مشات المشاركة في الانتخابات كانوا 8 أو 10%، هذا دليل أنه هذا العزوف عزوف عن الجميع، هو موقف سلبي من الجميع. كيفاش تبنى هذا وكيفاش تتحقق؟ فعلا هناك جانب منه يفسر بإخفاقات الطبقة السياسية، هذا نعم، لأنه عدينا 10 سنين حققنا فيها الديمقراطية، جبنا فيها الحرية، جابها الشعب التونسي، هذا كله صحيح، لكن ما جبناش الإضافة التنموية للتوانسة، هذا صحيح. يخلي الشارع الاجتماعي عموم التونسيين تقل ثقتهم في السياسيين، هذا صحيح. ولكن أيضا نحب نضيف أيضا حاجة أخرى نعتبرها زادة مهمة في الجانب النفسي اللي أنا مهتم بها أكثر.
راهو اللي يسميه إريك فروم احد كبار المختصين في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي، الخوف من الحريه. احنا تصنعت عند التوانسه، تصنع عند التوانسه شيء من الخوف والرفض للحريه. توجدت الحريه 10 سنين، بامكان نسأل اي واحد من الناشطين والسياسيين والمتابعين في العشر سنين من اعتقل بسبب رأيه؟ لا أحد، لا أحد. تنجم تقول ما تشاء في الجوانب التنموية وتحقيق معناها الشغل الأخير، تقول ما تشاء في الجانب المتصل بحرية الناس، من نجم حتى واحد يطعن ولو طعن بسيط في أداء الطبقة السياسية طيلة عشر سنين. ولكن صنع رأي عام يخاف من الحرية. علاش مزجت تقريبا الحرية في أغلب الأحيان في العشر سنين؟ مزجت بشيء من الفوضى. الحرية في استعمال الشارع، الحرية في معناها إغلاق الطرقات، الحرية في اللي هي فوضى، هذه حريات تجاوزت حد الطبيعي المعقول. مما صنع عند الناس اللي مش أنا سميها معناها كبار علماء نفس، الخوف من الحرية، رفض الحرية. الحرية اللي تجيب فوضى وتجيب تسكر معامل وتسكر الطريق وتمنع الناس من الحياة الطبيعية، تولي الناس حقيقة تبحث عن الاستغناء. الحرية اللي ناضلنا جميعا توانسة أجيال ناضلوا من أجل تحقيقها، تولي الناس عندما تدمج أو يجمع بين الحرية والفوضى. وهذا حصل لأسباب كثيرة، وجزء من هذه الأسباب كان مقصود، جزء من هذه الأسباب كان مقصود في أنه خلي الحرية تولي في أذهان الناس معناها تساوي الفوضى، رديف للفوضى، باش تولي الناس يقول لك أنا ما حاجيش بها الحرية. وهذا حصل. فالنهاية الطبيعية أن نشوفه أنه بعد عشر سنين نقص في الأداء التنموي وتحقيق معنى المطالب التنموية، جمع فيه العفو وفيه المقصود بين الحرية والفوضى، أدب الناس في الأخير تقول معناها ما نحتاجوهاش الحرية، رجع لنا الاستبداد. ونحن اليوم في هذا المطب الاستبدادي الخانق. ومهم برشا، قلت كلمة مهمة برشا، لأنه النخبة السياسية أخطأت. النخبة السياسية أخطأت، هذا ربما يهزني للحديث عن بعض المراجعات وتقديم اعتذارات، والاعتذار هو من شيم الكبار في الأخير للشعب، حتى ربما يسترجع ثقته ويقرب منه ويهتم بمشاعره أكثر، وترجع لحمة بين الشارع السياسي، بين النخبة السياسية خلينا نقول، وبين الرأي العام. سميته أنت بالرأي العام، يعني لماذا لم تتجرأ اليوم ولم تتشجع اليوم؟ النخبة السياسية بكل أطيافها حكمت، يعني حكام المعارضة اللي قالوا مساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تشكيل هذا المشهد السياسي طوال العشرية الماضية، في تقديم هذه المراجعات للشعب وفي تقديم اعتذارات منهم، قدروا أنهم أخطأوا، وقلت أنت أنهم أخطأوا في لحظة ما. شوف، مشكلة النخبة في تونس هي هذه الرغبة في التنافي في عهد الحرية والديمقراطية وحتى في عهد الاستبداد، لما حال الوضع يتحسن، ولكن ثم هذه الرغبة الدفينة القاتلة في التنافي وفي تحميل المسؤولية للآخرين، ديما الآخرين هم المسؤولين، بمعنى أنه من يقوم بمراجعات ومن يعتذر، ديما أنا خاطئ وأنت تعتذر، ما غير يقول لا أنا خاطئ وأنت تعتذر إلى آخره. هذه مشكل حقيقي في النخبة التونسية، ونحتاج فيه إلى شيء أنا نعتبره وجزء من عملي في النهضة وفي طيلة سنوات كثيرة، وكتبت فيه حتى في جزء من كتاب نهاية البرجيبية في 2012، هو التعارف والاعتراف. النخبة التونسية الآن وهي تجر أذيال صراعات إيديولوجية عندها 50 سنة، ولا هذه الصراعات الإيديولوجية ما توقفتش في العشر سنين اللي فاتوا. الآن أنا أرى من خلال تجربتي سواء في النهضة ولا في جبهة الخلاص، أنه ثم شيء من عودة الروح، ومعناها توفيق الحكيم، ثم شيء من عودة الوعي إلى أنه هذه النخبة عندها مشكلة فيما بينها قبل ما تكون عندها مشكلة مع الشعب. مشكلة فيما بينها في هذه الرغبة الدفينة في التنافي، وأن واحد ما يصح بقاءه إلا عندما ينفي بقاء الآخرين. هذا أنا أقول الآن بصدد الإصلاح والتطوير. الآن جبهة الخلاص واحدة من تمظهرات هذا التطور، تطور متاع الناس اللي كانت متعاركة، وعركتها متاع 50-60 سنة مستمرة في عهد الحريات. العركة هذه
خلت الشعب يحسم في الجميع. هذه المعركة الآن أظن أنه ربما هذا من خلينا نقول من إيجابيات والمباركات الاستبداد، أنه الناس اللي سلط عليهم الاستبداد اليوم رجعوا، البعض منهم على الأقل رجعوا إلى خبرتهم وتجربتهم المشتركة، ونقول جبهة الخلاص الآن هي واحدة من التجارب الأساسية. عندها مهمة قائمة بها يعلمها الجميع، وهي النضال من أجل استرجاع الديمقراطية، هذا واضح، ولكن عندها أيضا مهمة قد تكون مش مدركة، أنا شخصيا أعتبرها مهمة نبيلة جدا، وهي إيجاد مساحة للتعارف والاعتراف فيما بين القوى السياسية. مرينا بتجربة من الخصومة السياسية التي وصلت إلى حد ربما درجات من اللي وصلت حتى التنافي والاستئصال. الآن جزء من هذه النخبة موجود في جبهة الخلاص، وهو الجزء الذي تعارف واعترف بعضه ببعض، وهذه فرصة. أنا باش نقول دائما ما نحبش الخبرة الواحد اكتسبها في العمل السياسي ما نحبش تبقى دفينة وإلا خاصة بها. عندنا في كل العائلات السياسية بدون استثناء عندنا مضغ ديمقراطي، كل عائلة سياسية عندها طيف داخلها ديمقراطي وبدون استثناء. وخليني هذه فرصة باش نرحم على السي عبد الرزاق الهمامي رحمه الله، اللي مات في 2016 أظن، وكان هو الأمين العام لحزب الحزب العمل الوطني الديمقراطي، وكنت أنا ويقوم بعمل كبير لأول مرة نتحدث في الموضوع، لكن قلنا عمل كبير اختطفه الموت ربي يرحمه، ولكن كان عندنا تصور بأن الديمقراطيين من كل الأطياف يجب أن يجتمعوا مع بعض ويجب أن يتعارفوا ويعترفوا بعض، وهذا حصلت فيه خطوات. ما سي عبد الرزاق الله يرحمه توفى، ولكن الآن تجربة، خلينا نحب فقط نسلط الضوء على جانب آخر من تجربة جبهة الخلاص، أن هي بالإضافة إلى ما تقوم به من نضال ضد الانقلاب ومن أجل استرجاع الديمقراطية، هي مساحة للتعارف والاعتراف. وأنا أشجع كل الأطراف الديمقراطية في الساحة السياسية، ولا تعدم أي فئة أن يكون من الفاعلين السياسيين، لا تعدم أن يكون فيها ديمقراطيين، اليسار فيه ديمقراطيين، وإن شاء الله هذه الفئة تحس بأنه سيف الاستبداد عندما يقطع كل الأعناق، وحركة النهضة أيضا مارست الديمقراطية وعندها أخطاء بالتأكيد، ولكن مارست الديمقراطية حركة النهضة عندما انتصرت في 2011 وحكمت طيلة سنتين برئاسة الحكومة، كان معها جزء من اليسار الديمقراطي، وكان معها أيضا جزء من القوميين الديمقراطيين، لأنه سي سالم الأبيض كان وزيرا مع حركة النهضة. عندما لم تفز ولكنها شاركت في الحكم أيضا كان إلى جانبها عدد كبير من اليساريين ومن الدساتر الديمقراطيين، كل الفئات كل العائلات عندها في صلبها مكونات ديمقراطية، وهذا أنا شخصيا اللي نراهن على أنه المستقبل قد يكون مش مستقبلنا نحن كأشخاص. هذه مهمة تاريخية ربما نحن نشتغل للأجيال المقبلة، مش مشكل، أنا لا أرى مشكل في أنه اللي نشتغل من أجل الآن يتحقق وينتفع به أبنائنا ولا حتى أحفادنا، لكن المهم نساهم في بناء ديمقراطية يشارك فيها كل الديمقراطيين من كل الفئات ومن كل العائلات السياسية. جميل هذه القراءة المتفائلة، أنا بالعكس بالضبط معناها، أنت تو تحكي لي على بداية تشكل الوعي داخل المعارضة التونسية من أجل التجمع من أجل النضال والمقاومة من أجل إعادة المسار الديمقراطي. أنا أقول أنه عنا عميل اليوم قطار الإنقلاب يسير بسرعة قصوى وجرف تقريبا كل المؤسسات التي انبثقت عن دستور 2014، بل مزق دستور 2014 ومزق دستور 2014 وأحلق في شارع الثورة نفسه بكل تلك الرمزية، سيل من الاعتقالات، بلاد على وشك الانهيار كما كنت تحكي سيادتك. هذا تقريبا عامين باش ننتظر إعادة تشكل هذا الوعي
من أجل تكوين كتلة تاريخية. مواطنون ضد الانقلاب تقريبا في بدايتها تشكلت هذه المجموعات وانصهرت داخل مواطنون الانقلاب وانتقلت إلى جبهة الإنقاذ. يعني ماذا أضافت جبهة الإصلاح خليني أقول في استقطاب معارضين داخلها؟ يعني شكون الطيف السياسي وإلى النخبة السياسية اللي قدرت جبهة الخلاص طوال عام تقريبا منذ 9 أبريل 2022 اليوم في استقطابها من أجل هذا الهدف التراكمي اللي بدأت جبهة المواطنون ضد الانقلاب؟ هو قلت لك استاذ عامر هذه مهام تاريخية الواحد يقوم بها وما يستعجلش، لكن يقوم. لا احنا دورنا كالمثقفين والناشطين والسياسيين دورنا هو القيام بالواجبات دون استعجال، لكن المهم هو ألا نتخلف عن القيام بواجبنا. الناس اللي ناضت في عهد بن علي انتظر 23 سنة باش يكافئ الشعب التونسي بن علي بالثورة عليه، اللي ناضوا من عام 90 و 91 أو من حتى من 87 كان عليهم اللي انتظروا أكثر من عقدين. ولكن بطبيعة بعد ذلك اللي نشوفوه الآن في الساحة السياسية هو تراكم لخيار، خليني ما نبعدش برشا في التاريخ وإن نحلل فيه، ولكن الخيار اللي مضى فيه بن علي أكثر من عقدين وهو قتل السياسة وقتل البدائل. بن علي قتل السياسة وقتل البدائل، هيك علاش نحن اليوم جت الثورة وصار الانفجار الثوري وصارت الحريات العامة غير المنضبطة أحيانا وما شفناش حياة سياسية فعالة. مؤسف في بلدنا أنه رغم التجربة الحريات دخلت كل الأذهان، عاشتها كل الناس في حياتها الخاصة والعامة، ولكن الحياة السياسية ما تطورتش برشا. لماذا؟ لأن كانت على أنقاض جريمة قتل السياسة وقتل البدائل. مشى بن علي صحيح، ثار عليه الشعب صحيح، وكافأه مقابل دكتاتوريته أنه أطرده، هذا كله صحيح، ولكن الشعب التونسي ظل لعشر سنوات يناضل من أجل ترسيخ الحرية بدون الأوعية السياسية، يعني بن علي قتلها جميعا. الآن احنا جبهة الخلاص ومواطنون ضد الانقلاب، شوف انت حتى مواطنون ضد الانقلاب الناس اللي تحركت في البداية هم مواطنون، مجرد مواطنين أشخاص. جبهة الخلاص مكوناتها فيها كثير من الشخصيات، هذا فقط باش نقول اللي عندما دمرت الحياة السياسية وعندما وقع الإجهاز على البدائل السياسية بقات شخصيات، وهذا مش بسيط، هذا غير كافي لكنه مش بسيط، مش كافي لتعبئة الشارع الديمقراطي كله، هذا صحيح مش بسيط، لأنه في الأخير هناك أصوات حرة ستظل تعمل. وأكرر القول بأنه دور أنصار الحرية دورهم هو القيام بواجبهم في الدفاع عليه، بعد ذلك بالطبع هو مش الدفاع العشوائي، لا الدفاع اللي يعمل على التجميع، الدفاع اللي يعمل على مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأخره والاجتهاد في الفعل فيها، هذا كله صحيح وضروري، ولكن أقل المطلوب هو القيام بالواجب، وبعد ذلك الواجب هو النضال. الواجب هو النضال بعد ذلك. احنا باش ناضلوا، احنا ناضلوا في ظل أوضاع عارفينها أنه حياة سياسية مجرفة مدمرة لعقود، والآن عندنا بعض الأحزاب ولكن عندنا كثير من الشخصيات، وهي شخصيات مش بسيطة، عندنا شخصيات وأصواتها أعلى في بعض الأحيان حتى من أحزاب ولا منظمات، وهي ذات كفاءة. الأستاذ نجيب الشابي مثلا واحد من هذه الكفاءات العليا واللي يحسب له اليوم، وأنا أبارك له وجوده على رأس جبهة الخلاص باعتباره واحد من الذين تقدموا الصفوف وبادروا بما نسميه هنا التعارف والاعتراف. هو الآن تعارف مع أطراف كثيرة كان من قبل ربما عنده منها موقف إلى آخره، واعترف ويسعى إلى تعارف أوسع واعتراف أوسع من أجل دفع الحياة السياسية إلى مزيد من النجاعة. نعم، في نفس السياق بحبك تقيم لي مسار مقاومة الانقلاب اليوم. جبهة عندها عام مواطنون ضد الانقلاب تقريبا عامين اليوم على منذ سبتمبر 2021، يعني كيفاش تقيم مسار المقاومة؟ هل حققت نتائج على الأرض؟ الملاحظة اللي رأي يشوف أنه تم قطار بسرعة قصوى ويقابله أو يوازيه مسار تاع ردة فعل على خطط الانقلاب
والآن مصاب بلحظة نتاع بهتة ونتاع صدمة، خاصة بعد الاعتقالات الأخيرة. يعني حتى تحركات الميدانية تقلصت، يعني الهدف نتاع تجميع تقريبا توقف بعد مبادرة خيان، البحث عن بدائل اقتصادية واجتماعية لم تقدم إلى حد الآن. يعني سيادتك وأنت داخل الجبهة، كيف تقيم مسار هذه المقاومة بجميع العناصر نتاعها؟ مسار المقاومة هو إلى حد الآن عنا فيه زوج مراحل واضحة معلومة، وهي مسار مواطنون الانقلاب الذي تطور إلى جبهة الخلاص. اللي يهمني أنا في مهان جبهة الخلاص، لأن المواطنون ما زال عندهم بعض الأنشطة، ولكن أنا نعتبر أن جبهة الخلاص هي مرحلة متطورة. اللي يهمنا في هذايا هو، قلت نسميها القيام بالواجب أولا دون النظر إلى المكاسب القريبة، بحيث إذا كان المكاسب بتجي كان في مدى متوسط ولا حتى بعيد، المناضلون رغم ما عندهمش في حساباتهم هذا المكسب القريب. إذا المكسب لا يتأتى إلا بعيدا فليكن، لكن خلي نناضل. احنا نناضل في ساحة سياسية مجرفة من قبل، ما تطورتش برشا في 10 سنوات الحريات، ولكن بعد 25 جويلية دمرت الحياة السياسية، دمرت الحياة السياسية، بل حتى الدولة نفسها تكاد تدمر، لأن يعني مؤسسات الدولة وهيئاتها كلها بدءا من نهار 25 والبرلمان وإحنا جايين، لم يبقى حجر على حجر في مؤسسات الدولة في هيئاتها. يعني هذه أوضاع شو، يعني نجم نقول زلزال هائل وقع في الزلازل. ممكن الواحد يحتاج إلى أنه يزيل ساعة بقايا الدمار وبعد ذلك يبني البناء. ربما الآن يظهر صعب، والصعوبات جاية من إرث قديم فيه كثير من السلبيات، والجميع يتحمل فيه مسؤوليات، ولابد أن الجميع أيضا يتواضع البعض ويتحدث بوضوح عن مدى تحمل المسؤولية والنظر للمستقبل بإيجابية. ولكن أيضا إلى جانب هذا الإرث السلبي، ثم أيضا جرافة الآن منذ عامين، جرافة تدبر كل المؤسسات. كيف ستتعامل جبهة الخلاص والقوى المناضلة؟ أظن أنه عندنا خيار واحد ولا غيره من الخيارات، وهو النضال السلمي الديمقراطي القانوني المستمر. هذايا ما فيش حتى تردد ولا غموض، فنحن مستمرين في هذايا، مستمرين في انتظار التقاء مع قوى سياسية، وأظن أنه هذا بين الحين والآخر يحصل. وخلينا نقول أيضا، نحن أيضا ننتظر أنه الناس تفهم في الأخير أنه بلادنا الصعوبات اللي كنا نربيها راهو في الأخير تماما كما تصير حتى في المشاحنات الكبيرة، وحتى نقول الحروب بين الدول، الناس اللي تتحارب في العالم الآن، روسيا وأوكرانيا يتحاربوا، ولكن الجميع يعلم أنه في الأخير ثم حل واحد، وهو الجلوس إلى طاولة حوار. جبهة الخلاص تدعو من زمان بوضوح إلى حوار وطني، تدعو من زمان بوضوح إلى أنه نحتاج حكومة إنقاذ. بلادنا في وضع سيء، الحكومة مش منها خصومها، المساندين لها، الحكومة الحالية المساندين لها يقولوا راهي حكومة فاشلة، حكومة تعب. هذه الحكومة تحتاج، أو الحكم يحتاج إلى حكومة إنقاذ. هذا رأي جبهة الخلاص، لأنه المعضلة الاقتصادية والمالية والاستتباعات الاجتماعية ما تنجمش الحكومة الحالية تواجهها. الخصومة السياسية العامة في البلاد تطول تقصر، ما لا إلا تمشي للحوار الوطني. بلين حمد دقق معك في مسألة حكومة الإنقاذ الوطني، وكرر ذلك الأستاذ نجيب الشابي في حوار أخير لي في جريدة الخليج. يعني هذه حكومة الإنقاذ، يعني المقترح تشكيلها من سيشكلها؟ يشكلها المعارضة، يشكلها الرئيس قيس سعيد. يعني هذه حكومة موجودة سميها حكومة إنقاذ بالنسبة لي، وتكون من أولوياتها التنموية الاقتصادية فقط لإنقاذ البلاد. لا، هذا حصل فيه أحيانا غموض وأحيانا تلبيس مقصود. مش جبهة الخلاص اللي باش تعمل حكومة، هذا كلام قلناه وخلينا نكرره ما يسالش.
حكومة الإنقاذ هي حكومة تنبثق عن حوار وطني. إذا تدعونا إلى حوار وطني. حوار وطني، إحنا نقوله حوار وطني. البلاد تحتاج لحوار وطني، وهو الحوار الوطني هو اللي يجيب حكومة. وحكومة مسؤولة أمام كل المتحاورين، وبطبيعة مسؤولة أمام الشعب التونسي، وما تكونش بهذا العجز الحالي، وتكون مهمتها فقط هو إنجاز الهدف الاقتصادي التنموي، إنقاذ البلاد من الانهيار إلى آخره. شكون ينظم الحوار الوطني؟ يعني شكون يشرف على هذا الحوار الوطني؟ تقترح مثال رئيس الدولة أن يكون هو المشرف على الحوار الوطني؟ هذا لم يحصل فيه تقدم، ما ثمش وضوح في هذا، في هذه النقطة بالذات. الوضوح الحاصل الآن أن دعمه هولمية سينوردي وقت نقول حوار وطني الاتحاد هذا ولا حوار وطني يرفض رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يقول لك البرلمان هو المكان الوحيد لإجراء أي حوار، لأن أي حوار يكون له عنده سلطة تتطور الأمور بطبيعتها. إحنا ست شهور تالي وعام تالي ما كانش مطروح لا حوار ولا غير حوار. غدات انقلاب 25 جويلية ما كانش مطروح أصلا، بعد ذلك بدأت الأمور تتضح بشكل تدريجي. الآن بعد عامين تطورت الأمور نحو الدعوة إلى حوار من جهات مختلفة. جبهة الخلاص تدعو إلى حوار، اتحاد الشغل والمجموعة ما عندهم أيضا حديث عن الحوار، أطراف أخرى حتى الحوار. إذن هناك قلوا اتجاه لقوى كونفرجنس، معناها ثم شيء من التوجه العام نحو هذه الفكرة. باش تطور الأمور بعد، إذا كان عام التالي ما كانش ثم حديث على حوار أصلا، الآن ثم حديث مختلف المشارب، مختلف الدوافع والخلفيات عن الحوار. إذن أنا نقول بعد وقت إن شاء الله ما يكونش طويل تولي هذه المسألة تتبلور أكثر، ويولي ثم دفع نحو حوار وطني تحتاجه بلادنا. في جبهة الخلاص سننتقل، رئيس الدولة هو من يشرف على هذا الحوار الوطني ويديره رغم كل الجرائم اللي قام بها ضد البلاد وضد مؤسسات البلاد. احنا نقول إلى حد الآن بنحطك على الواضح في أفقنا. الواضح في أفق الجبهة هو أنه الحوار الوطني هو الحل، من يشارك فيه هذا ليس هناك فيه وضوح ولا حسب. هل أنتم على رئيس الجمهورية؟ خلينا نقول لو كان يكون ثم استعداد حقيقي وفعلي وفيه ضمانات. استعداد فعلي وحقيقي وبضمانات، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ احنا المؤسف أن نشوفه أنه ما ثمش استعداد وبطبيعة ما ثمش ضمانات. أما عندنا تكون هناك استعداد ويكون هناك ضمانات داخلية وربما حتى خارجية، ما عندناش مشكل. مهم خاصة حتى الضمانات المحلية الوطنية، هذا لن يكون شيئا معناها مرفوضا. يعني فقط اللي نشوف فيه ما تمش استعداد. اللي نشوف فيه وهذا مؤسف ما تمش استعداد. يوم يكون هناك استعداد لا أظن أنه واحد في بلادنا يرفض الحوار، لكن الحوار الآن هو مرفوض مش من طرفنا، مرفوض من طرف قيس سعيد هو الذي يرفض الحوار. رئيس جبهة الخلاص الوطني الأستاذ نجيب الشادي دعا إلى تحركات وطنية شبيهة بتحركات الجزائر اللي دعات إلى عدم منح العهدة الخامسة للرئيس الراحل بوتفليقة. لو كنت فسرنا أكثر، ما معنى أن تشارك كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في هذه التحركات؟ من سيقود هذه التحركات؟ هل عندكم رؤية لهذه الدعوة أم كانت دعوة يعني عفوية من الأستاذ نجيب الشادي؟ لا، مش قضية عفوية، هي دعوة معناها تستشرف في المستقبل. هي دعوة شبيهة بفكرة انتظار التطور الأوضاع نحو حصول مثل هكذا الحركة. يعني الأوضاع الحالية، التشخيص الفعلي الحقيقي والواقع الآن يقول معطيات لا تسمح، ولكن التطور الأوضاع نجم في وقت آخر يولي يسمح بمثل هكذا مقترحات. أما مبدئيا هو ربما استشراف للمستقبل أكثر منه حديث عن وقائع وعن معطيات واقعية. نعم، عندكم خطة في جبهة الخلاص الوطني لمواصلة العمل الميداني والمقاومة والاتصال بالناس وإحياء وإذكاء روح المقاومة، خاصة بعد موجة الخوف والإحباط اللي قاعدة تسود اليوم نحس بها بين في الشارع الديمقراطي. يعني شنو خطط تحركاتكم في بالي؟ كنت الأسبوع الماضي كنت في سكون في قروان، معناها ما نعرفش علاش تحرك تم إلغائه أو تم تأجيله، شنو صار؟ كل إلى حد الآن جابة الخلاص محافظ على تحركها الأسبوعي، وقفها الأسبوعي يوم السبت. هذا فيه محافظة وفيه مثابرة وفيه نجاح. بقية التحركات الممكنة هذا ينظر له بطبيعة من خلال المعطيات الواقعية وما يمكن وما لا يمكن.
بالتالي فنحن الحد اللي الآن متفق عليه هو استمرار وقفة السبت من أجل المطالبة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين بدون استثناء. الأستاذ راشد الغنوشي يقبع شيخ المناظرين 82 سنة يقبع في السجن من أجل تصريح، وبعد ذلك بعد التصريح بعد ما قلت تهنوا عليه في الحبس بعد التصريح بدأت تعمل ملفات، وأنا نشوفه ونسمع يومين في ملفات غيره من كل المعتقلين، وأنا أرفع قبعة لا أحملها الآن ولكن خليني أحييهم كل المعتقلين السياسيين، هذم قادة، هذم مناضلين بدون استثناء، حتى ما نسميش باش ما ننسى حتى حد، ولكن كلهم بدون استثناء، خلينا نسمي فقط شيمة لأن مرأة واحدة تحية خاصة لها، من الأستاذ راشد الغنوشي قلت الرجل الثمانيني الذي دفع به ظلما إلى غيابات السجن والآن تفبرك الملفات ليه والغيره، المناضلة شيمة عيسى كيف وغيرهم من المناضلين، هذا يحتاج إلى جهد نضالي لا نوفر فيه أي نقطة عرق إذا كانت معرق، ولا نوفر فيه أي دقيقة من وقتنا من أجل العمل على إطلاق سراحهم، لأنهم هؤلاء إذا كان ثم ظلم في البلاد فهذا عنوان الظلم. ممكن أنا وياك ظلم مسلط علينا بدرجة نقول خفيفة شوية، ولكن عندما يكون الأستاذ راشد الغنوشي في عمره وفي كفاءته وفي إشعاعه يكون في السجن رغم كل الحملة الدولية اللي صارت من أجله من كبار المفكرين والساسة في العالم ومع ذلك ما زال يقبع في السجن، هذه مش فقط مظلمة بالتأكيد لكن أيضا فضيحة. هذه فضيحة، ونحن سنظل نطالب بكل قوة برفع هذه المظلمة عن المساجين السياسيين. يعني كأنك سنوردين تقولي أن العمل السياسي لجبهة خلاص الوطني انحصر فقط في هذا المربع الاحتجاجي الحقوقي من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين، يعني فكرة إعادة المسار الديمقراطي، فكرة العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي كأنها انحصرت قليلا أمام هذا الحشر لكم في هذا المربع الحقوقي أمام تتالي موجات الاعتقال. ربما خلينا نتحدث بشيء من الواقعية، لأنه بالتأكيد درجة الهجوم اللي يحصل على الناشطين وعلى السياسيين خلى هناك شيء من الانكفاء، هذا طبيعي هذا حقيقي، ولكن راه الخوف عندما يسود عند دعاة الحرية فهذا لا يعدم أبدا أن يسود أيضا عند الطرف المقابل وعند عموم الناس. أنا أقول راه شعب النخبة متاعه خايف، الشعب نفسه خايف، الشعب نفسه خايف، نتائج انتخابات متاع 8% 10% تدلك على معناها عدم الرغبة وعدم الرغبة في المشاركة السياسية وعلى الخوف، رأوا الشعب خايف طبقة سياسية وعموم الشعب، هذا مش هو الوضع المريح لأي حد في السلطة ولا في غير السلطة. السلطة أي سلطة التجارب الناس تحتاج أن تستفيد من تجارب غيرها، تجارب غيرنا محيطة بينا من كل مكان، راهو الخوف لا يبني ملكا، الخوف لا يبني ملكا، وإن بناه فربما بشكل مؤقت، لكن عندما تخاف الطبقة السياسية والنخبة السياسية ربما هذا يأخر بعض الإنجازات، عندما يخاف الشعب هذا مش مؤشر إيجابي لمن هو في السلطة أبدا. الشعب وعندما يخاف ربما يتهيأ أنه قابل للأوضاع، ولكن الشعب الخائف الجائع اليوم أو الذي يكاد يجوع اليوم راهو نجم ينفجر في أي لحظة من اللحظات، والانفجار يأتي على الأخضر واليابس. التوصيف هذا يا أستاذ نور الدين يخليكم أمام تحديات كبيرة كنخبة طلائعية من أجل المقاومة، كين نعترف ونقول ثم خوف اليوم بين النخبة السياسية وبين الشعب المقاوم وبين الشارع الديمقراطي، هذا يستلزم أنكم تكسروا هذا الحاجز وتبحثوا آلية تكسيره حتى لتغسلوا هذا الشارع أصلا، لأنه إذا كان ساد الخوف بنعي حكم بالخوف حكم بالآلة القمعية واستمرت آلته 23 عام، هل ننتظر أنه يعني يسلم الشعب وتسلم نخبته من أجل يعني انقلاب رفض يستحق هذا المقدار من الخوف يعني في الأخير؟ لا، هو أنا نحذفك على حقائق دوري أني نوصفها وبعد ذلك نحاول نفعل من أجل تغييرها. نعم. اللي هو وجود هذه الدرجة من الخوف هذا شيء طبيعي،
ولكن راه الشعب نتاعنا يحتاج ايضا، تحدثنا على ضعف الثقه ولا غياب الثقه بينه وبين النخب السياسيه، يحتاج ان النخبه السياسيه ايضا تعاود تقدم نفسها للشعب التونسي حتى تعود الثقه فيه، لانه في الاخير الشعبويه هذه لا تبني ملكا، هي ايضا شعبيه تستمر لمده وتمشي على روحها. الحياه السياسيه الطبيعيه وهذه ارقى ما وصل اليه الفكر البشري الان هو الديمقراطيه التمثيليه. يعني في الاخير نجم نجيب كل المساوئ نتاع الديمقراطيه التمثيليه، ولكن بالاخير ما تمش من خير منها. الشعب نتاعنا الان عندما تسوء فكرته ويسوء تقييمه للنخبه السياسيه، راه ما عندناش خيار اخر غير انه هذه النخبه اما تتجدد والا تتغير، هما حاجتين، والتاريخ باش ياتي باحدى هاتين الحالتين، اما تتجدد او تتغير، معناها تتغير بحكم الامر الواقع. وبعد بعض الوقت سيكون امام التوانسه خيار واحد، ماناش بدعا من الشعوب، نحن شعب كيما كل الشعوب، سنعود ضروره الى الحياه الحزبيه، سنعود ضروره الى العمل السياسي، وسنعود ضروره الى التنافس السياسي. وقتاش يجي هذا؟ خليني نقول مجددا، يجي عندما تثابر النخبه الحاليه على القيام بواجب النضال، وسياتي هذا الوقت اللي تعود فيه حياه سياسيه ديمقراطيه تسع او هي تحقق الحريات وخاصه تحافظ عليها، لان احنا حققنا الحريه 10 سنين وما عرفناش كيفاش نحافظ عليها. جاء الوقت الان من خلال التعارف والاعتراف، من خلال هذا العمل النضالي، انه في المره الجايه ان شاء الله ما تطولش تتحقق الحريه للجميع بدون استثناء، ولكن خاصه نحافظ عليها ما نعاودوش نضيعوها. نعم، وانا امامي رئيس المكتب السياسي لحركه النهضه، ما نجبش نعرجش على بعض مواقف حركه النهضه. النهضه اليوم تقريبا هي العمود الفقري للمقاومه، النهضه اللي دفعت عديد من طوال منذ تكوينها، خلينا نقول منذ نشاتها في طوال العهود، عديد الشهداء، عديد الجرحى، عديد المنفيين، عديد الضحايا، وما زالت تقدم الى اليوم. هل قدركم او قدر حركه النهضه ان تبقى في الصفوف الاولى للمقاومه؟ ما ثماش طرق اخرى ربما والبعض بدا يتحدث عن يعني طرق اخرى او سبل اخرى من اجل اعاده المسار، من اجل البحث عن مخارج مع السلطه الحاكمه اليوم؟ هل فقدت المقاومه بما فيها من مصطلح حربي كما قال احد القياديين، ونفي ربما حتى الاخر في تعامل مع الاخر، هناك نوع من النفي اللي حكيت عليه في البدايه، يعني هل هناك تصور اخر داخل حركه النهضه من اجل التعامل مع هذه السلطه ومن اجل عدم تصدر المشهد بشكل واضح لتقديم مزيد من الضحايا اللي اعتادت حركه النهضه ان تقدمهم تقريبا في كل العهود؟ لا، حركة النهضة إذا تم التضحيات يقتضيها الواجب، معناها ما عندناش برشا خيارات. ولكن احنا الآن حركة النهضة هي جزء من حالة وطنية، الحالة الوطنية ساهمنا في صنعها، الحالة الوطنية بمعنى خلينا إذا استعملنا مصطلح المقاومة فلأنه مقابلها انقلاب. لو كان تنفرج شوية، ومش واضح باش تنفرج، اما لو كان تنفرج شويه من الطرف المقابل توا يصبح الاستعمال لمصطلح اخر. اما ما دام ثم في تشخيص انقلاب ثم مقاومه، ولا مشاحه في المصطلح ما عندناش مشكله، لانه في الاخير احنا المقاومه والا المعارضه ولا غيرها تعتمد فقط الوسائل السلميه الديمقراطيه القانونيه، وما عندناش طريق اخر غير هذه، ايمانا منا بانه هذاك هو الطريق، وإيمان منا بأن شعبنا يحتاج أن نجذر فيه ما تبنى شوية في العشر سنوات من حب للحرية وبداية استئناس بالديمقراطية إلى آخره. قلت التضحيات متاع من أجل الحريات، معناها إذا كانت هي من نتائج المباشرة للقيام بواجب النضال، معناها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت، معناها الواحد ما يتمناش لا سجن ولا أي نوع من أنواع الانتهاك ممكن يتسلط عليه. ولكن نحتاج أيضا إلى أن الرشد يعود إلى الجميع. الاستمرار النضال هو مش عملية دون كيشوتية، مش واحد يناضل هكاك من أجل النضال، احنا نناضل من أجل استعادة الديمقراطية.
هذا هو هدفنا الآن، هو استعادة الديمقراطية. لسنا دون كيشوتيين أبدا، نعمل في حالة وطنية. الآن الحالة الوطنية ما عندهاش معناها عنوان واحد، جبهة الخلاص هي واحد من العناوين، وأظن أنه أطراف كثيرة أخرى ما إما قربت وإلا قربت من من موقف جبهة الخلاص، وإلا بعدت على موقف أولى كانت في بداية 25 جويلية، كانت برشا أطراف نعرفوها من غير ما يعني نتحدث على أسماء كانوا تقريبا مساندين 25 جويلية. الآن الوضع اختلف كثيرا وبشكل عميق وبشكل يخليني أنا أستاذ عامر مانيش عارف هل أنه التفاؤل تهمة ولا لا. أنا إذا كان التفاؤل تهمة فأنا متهم بالتفاؤل. ما نحن بصدد مشاهدته من تطورات الآن في الساحة، خلينا نقول الشارع الديمقراطي بصدد التعزز والتطور. الموقف الرافض للي يقول انقلاب واللي يقول إجراءات واللي يقول معناها انحراف، وحتى للي يقول تصحيحه، برشا من الناس يقولوا هو تصحيح ولكن انحرف وكذا إلى آخره، هذم كلهم اللي بعد برشا على 25 جويلية واللي في الأثناء قرب من أطروحة جبهة الخلاص، هذا كله خليني أنا بالضرورة متفائل بأنه الاتجاه التاريخ دي ما عنده اتجاه، معناش تحطوا على معناها قراءات أصدقائنا في الاشتراكية العلمية والمادية الجذرية، عنده اتجاه تقدمي حقيقة. التاريخ بالضرورة عنده اتجاه تقدمي، لكن هذا الاتجاه التقدمي خلينا نقوله مبني أيضا على الروح الخلدونية بتاع التوانسة ابن خلدون، لأنه ابن هذه التربة كتاباته وإبداعاته في جزء منها موجودة ربما حتى في اللاوعي نتاعنا. خلينا نرجع دائما لمعنى بعض مدارس عن نفس اللاوعي الجمعي بتاع يونغ وغيره، عنا في اللاوعي الجمعي ما يخلينا نقول أنه فعلا الظلم مؤذن بخراب العمران، ومن أجل منع خراب العمران لابد من الدفاع والنضال حتى نسترد الحرية. والديمقراطية وجه من وجوه الحرية، يقول الديمقراطية هي واحد من تمظهرات الحرية. أنا نستخدم من كلامك أستاذ نور الدين، واللي يهمني في موضوع في علاقة بسؤالي هو أن حركة النهضة ما زالت توصف ما حدث يوم 25 جويلية بأنه انقلاب، وبأن مسار يعني التصدي لهذا الانقلاب هو المقاومة ولا غير المقاومة، المقاومة بطبيعة بأوجهها المدنية والسياسية. دونك هذا هو الموقف الأصيل داخل حركة النهضة. يعني ما المسألة ما تحتاجش برشا، مش موضوع فلسفي باش نعملوا له مقاربات. بين قلت بس صدر عن المكتب التنفيذي بعد اعتقال الاستاذ رشد الغنوشي في جمله ملتبسه او كلمه ملتبسه، مصطلح ملتبس يعني ادخل الامور. احنا نتحدث على 25 جويلية. نعم 25 جويلية هي تساوي خمسة غلق البرلمان ووضع دبابة امام. نعم هذا ممكن. هذا ما عندوش توصيف اخر، ما عنده حتى توصيف اخر. بعد ذلك قلت لا مشاحة في المصطلح مقاومة ومش مقاومة ومعارضة، خلينا نقول النضال. كلمة النضال تنجم تعمرها بما تشاء من المضامين. نحن نناضل من أجل أن انقلاب 25 جويلية ينتهي. كيف انقلاب من خارج المؤسسات. كيف ينتهي؟ كيف ينتهي هذا الانقلاب؟ مانيش نحكي لك على مشاعري وعلى أمنياتي، نحطك على واقع. الواقع يتطور. ربما التطورات هذه تتسرع بشكل يفاجئنا، ولكن المؤكد أنه التاريخ التقدمي اللي يمشي دائما إلى الأمام ما ينجمش يرجع إلى ما قبل الثورة، ما ينجمش. ومعنى اللي يسميه الكواكبي أصل الداء، أصل الداء في طبيعة الاستبداد، أصل الداء هو الاستبداد، أصل الداء هو الاستبداد. هذا تعريف جميل ممتاز جدا. ما نجموش نرجع للاستبداد، وإذا كان رجعنا ونحن فيه الآن فهذه مرحلة سنقاومها بالتأكيد من أجل مصلحة بلادنا ومصلحة التونسيين. نعم. بكامل الروح التفاؤلية اللي ربما مش متفق فيها معك. نعم خليني كلمة أخيرة أستاذ. كلمة أخيرة خلينا نرجع نحن لابن خلدون والتونس، واللي قال معناها في علم الاجتماع ما أثر بشكل عالمي، وهو علامة من شأنه بش نتحدث على مآثر رجل. عندما يكون الظلم
مؤذن بخراب العمران، فبلادنا هي العمران، تونس هي العمران الذي لا نريد له خرابا. تونس عمران، تونس الزيتونة، تونس خير الدين باشا، تونس عبد العزيز تعابي، تونس بورقيبة، خلينا نقول أيضا بورقيبة، وما عندي حتى إشكال في ذكر الرجل، لأنه ما بني في طيلة قرن تقريبا في بلادنا هو العمران الحقيقي الذي لا نريد له أن ينهار وأن يخرب ويخربه الظلم. بالطبيعة هنا نقول المظلوم عليه أنه يناظر من أجل رفع الظلم، والظالم عليه أن يكف عن ظلمه. نعم. فبلادنا ما تحتاجش الظلم، لا للناس المسجونين الآن ظلما، ولا لشعب يظلم اليوم بهذه الصورة البائسة متاع ناس شادة تلوج على الخبز، صورة بائسة جدا، هذا ظلم للشعب التونسي. مؤسسات دولة تدمر باستمرار، هذا ظلم. هذا هو العمران الذي يخرب. إن شاء الله إن شاء الله ما يتوقف خراب العمران، نوقفه جميعا كل واحد من الموقع اللي هو فيه، ونوقفه خاصة من أجل هذا البلد الذي نحبه والذي سنظل نفديه بأعمارنا، اللي سبق وأن دفعنا جزء كبير منها هذه الأعمار من أجل الحرية والديمقراطية. رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الأستاذ نور الدين العبوي، بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لكم على حسن المتابعة، نتقابل إن شاء الله في لقاء خاص جديد، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.